يعني مثلا من الحاجات اللي انا بالنسبه لتخصصي يعني كصيدلي، انا دايما بقارن بالمنتجات الكيميكالز ايوه الادويه والحاجات دي، بلاقي ان ليها فايده. اه ليها فايده، يعني انت هتخس، اه بتخس، ما بقولكش لا، ولكن مشترك معاها ايه بقى؟ الفايده دي مشترك معاها عيب خطير جدا. ايوه اللي هو ايه؟ اللي هو الاعراض الجانبيه بتاعت الماده الفعاله بتاعت صحيح. الحاجه اللي بتخسس. انا عايز اقول لك ان في ناس دلوقتي بيدوا ادويه سكر، تخيلي ادويه سكر، عشان السايد افكت بتاعها او العرض الجانبي بتاعها انه بيخسس. ايوه شوفي وصلت لايه؟ يعني شوفي الناس تفكيرها وصل بالهوس ان انا اخس، ان انا بديله دواء سكر وهو السايد افكت بتاعه او العرض الجانبي بتاعه انه يخسسني. وممكن ما يكونش مريض سكر. هو مش مريض سكر. بالظبط. لا هو مش ممكن، ده هو مش مريض لكن سكر المريض اصلا. السكر طبعا يعني ما مريض سكر خلاص، لا ده يحقق حاجه تانية. الحساسان اه بالادويه السكر او بغيرها. انما انت مش مريض سكر، بتاخد دواء سكر مخصوص عشان تخس، يعني ليه طيب ادخل في الدوامه دي؟ صحيح. مش بس كده، زي ما بقول كده بقى الاكسكريشن بتاع الدواء ده، اي دواء بيدخل جوه جسمك، حاجه علميه كده بس نبسطها للمشاهدين، اي دواء بيدخل جوه جسمك ليه طريقه من خروج بقى بره جسمك. ايوه طبعا. خلاص اللي عن طريق هيدخل هيخرج. هيخرج لازم، هو مش هيقعد في طول في عمره. السيستم بتاع طيب الجسم. ايه الطريقين اللي بيخرج بيهم؟ عن طريق الكلى، الكلى او الكبد. خلاص الكبد والكلى. خلاص صحيح. يا اما بياخد طريق الكبد لو في بيدوب في الدهون والكلام دوت، يا اما بيدوب في الميه او كده، بيخرج عن طريق الاكسكريش عن طريق الكلى. لقوا ان الادويه دي بتاثر تاثير قوي جدا على الكلى والكبد، لدرجه ان اللي بياخد الادويه دي على اللونج ران وعلى المدى البعيد بيلاقي بيحصل له حاجه اسمها فشل كلوي، او بيحصل له حاجه اسمها فشل كبدي، بيحصل الانزيمات بتاعت الكبد تزيد، يحصل التهاب في الكبد، يحصل مشاكل في الكلى. ليه كل ده؟ لان زي ما بيقول كده مواد مصنعه.